دعاء واحد يقضي الله به ديونك وإن كانت مثل الجبل. هذا الجبل كم تبلغ قيمته لو حولنا وزن الجبل إلى أموال؟ مليارات المليارات، كلها يقضيها الله عنك. لذلك أخي الحبيب لا تيأس، لا تقلق، كن مع الله ولا تبالي، وأدعو بهذا الدعاء كل يوم، وكن على ثقة أن الله سيستجيب دعائك. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، دعاء واحد يقضي الله به ديونك وإن كانت مثل الجبل. هذا الأمر تعهد حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن كل من يدعو بهذا الدعاء لابد أن الله يستجيب له ويقضي ديونه كاملة مهما بلغت. دعوني أولا أستمع معكم لهذا الحديث وكيف ندعو الله بهذا الدعاء على أمل أن يستجيب الله دعاءنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. سبحان الله، حديث عظيم مؤثر واضح، كلمات مباشرة. أنت تتعامل أخي الحبيب مع إله كريم، هذا الحديث يضعك أمام الله، مالك الملك، رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم الذي يرحم. هذه الآية التي هي عبارة عن دعاء طبعا علمها النبي لسيدنا معاذ وكان عليه ديون وقضاها الله عنه طبعا. طيب هذا المنطق النبوي لماذا يجب أن نفهمه نحن اليوم أيها الأحبة، وبخاصة ونحن نمر بعصر الأزمات؟ حتى الذي يملك الأموال تجده غير سعيد. انظروا إلى نسبة الانتحار في الغرب في الدول الغنية، كم نسبة الذين ينتحرون؟ ليست مشاكلهم مادية، لأن الغنى غنى النفس أيها الأحبة، غنى القلب. فأنت عندما تقول اللهم مالك الملك، أنت تستحضر عظمة الملك. يا رب، أنا ديوني مهما بلغت لا تساوي شيئا أمام ملكك. أنت تملك الكون. الكون أيها الأحبة فيه كواكب اكتشفت حديثا تحدثنا عنها من الألماس. تصور كوكبا فيه مليارات الكيلوغرامات من الألماس، كم قيمته؟ كواكب منشورة في الكون، مليارات من هذه الكواكب موجودة في الكون. هذا الملك سبحانه وتعالى أيعجز أن يقضي دينا عن عبد ضعيف يقول يا رب؟ لذلك هنا أخي الحبيب، وأنت تقول هذا الدعاء، إذا أردت أن تضمن الاستجابة يجب أولا أن تفهم هذا الدعاء، يجب أن تتأمل وتتدبر وتستيقن تماما أن الله قادر أن يقضي دينك، قادر أن يعزك، قادر أن يرفعك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يا رب، أنت هؤلاء أعطيتهم مليارات، وبنفس الوقت أنت نزعت الملك من أشخاص آخرين.
هناك في العالم أيها الأحبة آلاف الأشخاص يملكون المليارات اليوم. من أين جاءوا بهذا الرزق؟ كله بيد الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الإله أيعجزه أن يرزق إنسانا يقول يا رب؟ والله لا يعجز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني يا رب أنت تستطيع أن تعز أي إنسان أنت تريد. والله هنا أيها الأحبة مشيئته ليست عشوائية. يجب أن نفهم مشيئة البشر عشوائية. أنا أكرم من أشاء وأمنع من أشاء عشوائيا، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع ألزم نفسه عز وجل، وهو الغني عن عباده، ألزم نفسه أنه لا يظلم أحدا، وتعهد باستجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الدعاء أخي الحبيب، وهو طبعا آية من القرآن العظيم، يجب أن تتوجه به إلى الله بإخلاص. يجب أن تتخيل أن الله قريب جدا منك، وهو بالفعل كذلك. الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مجموعة الشرايين والأوردة هذه كم هي قريبة منك؟ الله أقرب إليك من حبل الوريد. تخيل، يجب أن تتخيل وتستيقن أن هذا الإله بقربك الآن، قريب منك، وهو يحبك ويريد لك الخير، ويقول لك أدعوني لأستجيب لك. فقط أدعو الله، ولكن مع اليقين، ليس مجرد أن تقول يا رب أرزقني ثم تذهب وتأكل الحرام، يا رب أعطني الأموال ثم تبخل على الناس، يا رب اقضي عني ديوني ثم تذهب وتؤذي الناس. كيف سيستجيب لك الله سبحانه وتعالى؟ بالمنطق أخي الحبيب. إذن فرغ قلبك من الدنيا ومن المشاغل، وتخيل أن هذا الإله العظيم قريب منك. أولا يحبك، يريد لك الخير، ويريدك أن تدعوه ليستجيب لك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. يا رب الخير بيدك، المال بيدك، ليس بيد فلان أو فلان أو فلان. انظر أخي الحبيب هذا الدعاء كم يجعلك غنيا عن الناس. الغنى غنى النفس، يجعلك تستغني عن هؤلاء الناس جميعا، وتشعر بالقوة، تستمد هذه القوة من قوة الله سبحانه وتعالى، مالك الملك. بيدك الخير. عندما تستيقن أخي الحبيب أن المال بيد الله، والرزق بيد الله، والعزة بيد الله، والقوة بيد الله سبحانه وتعالى، كل الخير بيده، ماذا تريد من الناس؟ تسأل فلان فيخذلك، تطلب مبلغا من فلان يعتذر منك، تشكو أمرك إلى فلان يقول لك ماذا سأفعل، الكل يهرب، الكل يتخلى عنك، ولكن الله موجود قريب منك، وهو يطلب منك أن تدعوه. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. طبعا في رواية أخرى هناك تكملة لهذا الدعاء، الآية التالية في القرآن العظيم، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تداخل الليل مع النهار عملية معقدة جدا. يعني يا رب أنت الأرض كلها تمسكها بيدك وتقلبها كيف يشاء لنرى حركة الليل والنهار، فأنت لست بعاجز أن تقضي ديوني مهما بلغت. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.
أنت القادر أن ترزق من تشاء أنت، ولست أنا وليس البشر. أخي الحبيب انتبه، كلما تقربت إلى الله أكثر، وكلما التجأت إلى الله أكثر، وكلما أحسست أن الله يحبك أكثر، صدقني سيستجاب دعاؤك ويقضى عنك دينك. والنبي تعهد بذلك عندما قال لسيدنا معاذ أنه لو كان عليك مبلغ دين مثل الجبل، يعني الجبل اليوم كم وزنه مثلا؟ كم وزن الجبل؟ دعونا نعرض الحديث لنرى عظمة الكلام النبوي الشريف. هذا الجبل كم تبلغ قيمته لو حولنا وزن الجبل إلى أموال؟ مليارات المليارات، كلها يقضيها الله عنك. لذلك أخي الحبيب لا تيأس، لا تقلق، كن مع الله ولا تبالي، وأدعو بهذا الدعاء كل يوم، وكن على ثقة أن الله سيستجيب دعائك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا عن خلقه، وأن يجعل حاجتنا إليه فقط هو سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي ديوننا ويرزقنا جميعا رزقا حسنا، فهو القائل ورزق ربك خير وأبقى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.